السلام عليكم. في شهر رمضان ومع التحضيرات اليوميه للمأكولات الشهيه والجلسات العائليه، خصنا ايضا نفكروا مزيان في موضوع صيام الاطفال. شنو هو السن المناسب لصوم الطفل ديالي اول مره؟ وشنو هما الشروط اللي خاصها توفر في الطفل ديالي باش يدوز الصيام ديالو بشكل امن وصحي؟ اجوا معايا نسولوا الطبيبه. الصيام الاول عند الطفل يعتمد على عاملين اساسيين، هو سنه. طفل قبل 10 سنوات لا يسمح له بالصيام، لان هذا الشيء غادي ياثر ليه على النمو ديالو اللي هو الطول ديالو والوزن ديالو. ثانيا هو حالته الصحيه والنفسيه، اذا يجب استشاره طبيب الاطفال، هو الذي يمكنه تحديد ان يصوم ام لا. الطفل قل من 10 سنوات ننصحو بالصيام ديالو، مصيام يكون تدريجي وبطيء باش يتعود على الصيام من بعد. يجب على الاهل اعطاء للطفل تغذية صحية متكاملة ووجبات وترتيب الوجبات للاستفادة من مكوناتها واعطائه طاقة اساسية طول اليوم. يجب ايضا النوم باكرا وكافيا بالنسبة للطفل. يجب تأخير السحور واعطاء للطفل أغذية متوازية اثناء السحور، كالكالسيوم، كالحليب، كالبروتينات، كالكربوهيدرات، والإكثار من شرب الماء، وتقليل من الملح والسكريات السريعة، والخضروات أيضا الإكثار منها. يا حباذا لو كان يصوم في المنزل ويكون تحت الإشراف الأهل ديالو وما يعطيوهش مجهودات شاقة، ولا حس بتعب أو عياء أو دوخة يحبس الصوم ويفطر فورا. للمزيد من المعلومات المرجو زيارة موقع صحتي التابع لوزارة الصحة. ورمضان كريم.